العبد الشكور. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن نوحاً إنما سمي عبداً شكوراً لأنه كان يقول إذا أصبح وأمسى: اللهم إني أشهدك أنه ما أمسى وأصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا إلهنا.